لو تقول هذا الذكر الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة يا الله. ولو تقول بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل غروب طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة، والحديث صحيح. يا سلام. وهو سيد الاستغفار، من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أو أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر.